السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أستكمل مع حضراتكم إن شاء الله سلسلة Advanced Immunohematology، ونكمل كلامنا النهاردة إن شاء الله في موضوعنا اللي بدأناه Weak D or Partial D. وقفنا المقطع اللي فات على الحالات اللي ممكن تكون Anti D. وفي البداية حابب بس أنبه على نقطتين من المقطع اللي فات. النقطة الأولى بخصوص الـ RH gene diversity، وقلنا إن عدد الأليلز أكتر من 200. وأضيف بس نقطة هنا، بحسب آخر الدراسات إحنا عدينا العدد ده بكتير، إحنا وصلنا دلوقتي لأكتر من 500 أليل. دي حاجة. والحاجة التانية، لما اتكلمنا على البوزيشن افكت او سيبليني افكت، في رأي تاني انه لما بيكون البيك سي في الموضع سيس مع دي انتجين، بمعنى في حالة R1 مثلا اللي هي بتكون بيك دي بيك سي سمول اي وبيك دي بيك سي سمول اي، بيكون فيها الاكسبريشن للدي انتجين أقل من الـ R2 اللي هي بتكون big D small C big E و big D small C big E. ودول كده كانوا أول حاجة حابب أنبه عليهم. نيجي بعد كده بقى لموضوعنا النهاردة بالنسبة للـ partial D. احنا اتكلمنا عليهم قبل كده بأنواعها وعرفنا الفروق ما بينهم، وقلنا المشكلة زي ما حضراتكم عارفين qualitative، والحالات دي اللي بتكون allo antibody للجزء اللي مش موجود عندهم في الاستراكشر للانتيجين الايبيتوب، يعني لما بيتنقل كرات من شخص نورمال استراكشر طبيعي للدي انتيجين. وطبعا البارشيال ده مش حاجة واحدة، ده عدد كبير جدا. على سبيل المثال، في عندنا الدي 6 والدي 3 A وغيرهم كتير، ده بالنسبة للبرش. عندنا اللي بعد كده الدل، وساعات بنكتبها بالشكل ده أو بالشكل ده. وعرفنا قبل كده يعني ايه، وهي ليه اتسمت كده. احنا قلنا ان بالسيرولوجي العادي بالانتي دي او بالايات هتطلع لنا نيجاتيف، فكانت الطريقه الوحيده بالسيرولوجي عشان نحاول نكتشف الحاله دي بيبقى على طريق او عن طريق الادزوربشن والاليوشن، فتسمت دل نسبه للاليوشن. والسيلز نفسها للحالة دي بنعمل لها انكيوبيشن مع الانتي دي، فبيحصل له ادزوربشن على الار بي سيز، وبعد كده بنعمل اليوشن، وساعتها بنحاول نفرق ما بينها وبين النيجاتيف. وللأسف برضو مش دايما الطريقة دي بتكون فعالة، وبيكون فيها احتمالية فالس بوزيتيف او فالس نيجاتيف. نيجي بعد كده للحاجة الثالثة، وهي الحالات لما بيكون موجود ايبيتوبس للدي على الـ RHCE بروتين. وكنا قلنا الموضوع ده قبل كده، وقلنا في اتنين فينوتايب للموضوع ده، وهما C small E small R أو C small E small big C big F أو Crawford phenotype. وفي الحالات دي بيكون فيها إيبيتوب للـ RHD بروتين وموجود على الـ RHCE بروتين، وساعتها بعض الـ Anti-D reagent اللي بنستخدمها تدينا positive،
والحالات اللي زي دي برضو هتنضم لقائمة الحالات اللي بتعمل صعوبة كبيرة. حالة زي دي كده جاية لحضرتك على إنها متبرع ورياكشن يتعامل مع الرياجنت اللي موجود ويطلع بوزيتيف، ونقول ساعتها المتبرع بوزيتيف وهنصرفه المريض بوزيتيف، وساعتها ممكن يكون انتي دي زي حالات البارشيال كده اللي قلنا عليها. يبقى كده أصعب حالات هي حالات البارشيال والدل والحالات اللي بيكون فيها اي بي توبس للدي على ال RHCE بروتين. وعشان نوضح الموضوع ده أكتر، حضراتكم لو بصيتوا معايا كده في الفينوتايب الأول اللي هو سي سمول اي سمول هار، هنا ال RHD جين مش موجود، تمام، وال RHCE جين موجود لحد كده كويس. المشكلة بقى انه في ال RHCE جين عنده اكسون من بتوع ال RHD جين، وبالتالي على ال RBCs للشخص ده مفيش RHD بروتين، وده طبيعي لانه الجين مش موجود. انما بقى على ال RHCE بروتين في جزء من ال RHD بروتين، فهنيجي نفعلها مع ال NTD فممكن تدينا بوزيتيف. يعني على سبيل المثال في الجدول اللي قدام حضراتكم ده، لما بنفعل السيلز دي مع رياجنتس مختلفة هنلاقي كلها ادت بوزيتيف ما عدا مع رياجنت واحد. تمام، وصلت كده؟ طيب نفس الفكرة بالنسبة للفينوتايب التاني اللي هو سي سمول اي سمول بيج سي بيج اف اللي هو كراوفورد، برضو ال RHD جين مش موجود، وفي ال RHCE بيحصل امينو اسيد تشينج، وده بينتج لنا اي بي توبس لل RHD على ال RHCE بروتين. وهنا برضو في الجدول ده لو فعلنا السيلز دي مع بعض الريجنتس الموجودة هنلاقي هنا العكس مع الفينوتايب ده غير الفينوتايب اللي فات. الحمد لله أغلبهم نيجاتيف سواء في الإيميديت سبين أو في الآيات. في ريجنت واحد بس هو اللي ادانا بوزيتيف في الإيميديت سبين، إنما الباقي كله نيجاتيف. تمام كده؟ طيب نقف عند النقطة دي النهاردة، ودي تكون نهاية مقطعنا النهاردة. إلى أن نلتقي قريبا إن شاء الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.